بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية يا شباب يا صبايا. أقدم لكم اليوم مادة علوم الحاسوب لطلاب الأول الثاني ثانوي، لطلاب التوجيهي الأدبي والعلمي. طيب يا شباب، في الحصة الماضية وصلنا عند خلصنا بوابة الأند، خلصنا بوابة الأور، وخلصنا بوابة النط بتفاصيلهم جدول حقيقية وبمبادئ العمل تاعتهم. اليوم راح نستكمل الوحدة وراح نبدأ في إيجاد موضوع اسمه إيجاد ناتج العبارات المنطقية المركبة. إيجاد ناتج العبارات المنطقية المركبة. إيجاد ناتج العبارات المنطقية المركبة يا شباب، تمام. بس بطلب منكم طلب قبل ما نبدأ شباب، قبل ما تبدأ بأي حصة من الحصص اللي راح نوديهن تباعا، تطلب منك إنه تراجع المادة كاملة. ما تأخذ منك وقت، نص ساعة تراجع كل اللي أخذناه، تأخذ حصة جديدة. الحصة اللي بعدها بتراجع كل اللي أخذناه من البداية، بداية الوحدة هاي بوابات منطقية البداية، بتراجع كل اللي أخذناه، بعدين تأخذ تبدأ بداية الحصة، تبدأ في الحصة اللي إحنا أخذناها جديدة. يعني قبل ما تبدأ بأي حصة الآن، هالحصة هاي الآن بدك تبدأ معاه أنت الآن مثلا، تمام. ما تبدأ مباشرة، ترجع تراجع، تاخذش معك وقت نص ساعة بسرعة هيك، تمام، لأنه مواد متراكمة على بعض البعض عشان تفهم الحصة وما يكون عندك مشاكل. بعينك الله، قبل ما تشوف أول ما تشوف الفيديو نزل، وطبعا راح يكون في عندنا جدول للحصص، جدول لأنه يكون أيام معينة تنزل فيها حصص الحاسوب، تروح أول ما تشوف الحصة نزلت تمسك تراجع، بتاخذش معك وقت، ما بتاخذ معك وقت نص ساعة، خليها تاخذ معك ساعة مراجعة كل اللي اخذناه قبل، بعدين بتبدا تشاهد في الحصة الجديدة. فرجاء حار، رجاء حار، إذا ما عملت هيك مش راح تقدر تستوعب الحصة المأخذ فيها، لأنه مادة تراكمية. وبحب أبشرك، مادة سهلة، مادة سهلة على علامات كثيرة سهلة، بس بدك متابعة، متابعة. أتوقع منكم صرت منزل أنا ثلاث أجزاء، أتوقع منكم إنه أنت لخصت الثلاث أجزاء، كملت على دفترك ولخصت الثلاث اجزاء الان على الدفتر، لخصت على الدفتر. ما مفروض انك تضلك تطلع على اليوتيوب على الفيديو، لازم تلخص معي على الدفتر اول باول، حتى ما يجي تراجع في لحظه زي هيك اقول لك راجع، ترجع على الدفتر بسرعه مباشره نص ساعه ساعه، تكون امورك جاهزه، تمام، تقدر تفهم اللي بناخذه احنا في الحصه اللي بعديها. طيب اليوم راح ننطلق لموضوع اسمه ايجاد ناتج العبارات المنطقيه، ايجاد ناتج العبارات المنطقيه المركبه. طبعا هون كله تابع لبعضه، كله راح يكون تابع فكرة جديدة وتابع لبعضه، فكرة تراكمية، يعني فكرة بس تكون مرة من قبل، تكون عارف فاهم القبل عشان تقدر تمشي معي. طيب إيجاد ناتج العبارات المنطقية المركبة. عند إيجاد ناتج العبارات المنطقية المركبة يجب تطبيق قواعد الأولويات حسب التسلسل الآتي. يجب تطبيق قواعد الأولويات حسب التسلسل الآتي. أول شيء فيش نبدأ؟ نبدأ في الأقواس، هذول كن حافظهم بصم بصم، هذول الخمسة. أول إيش ببدأ في الأقواس، بعدين بروح على مين؟ بروح على البوابة نط، بروح على البوابة نط، بعدين بروح على البوابة أنت، بعدين بروح على البوابة أور، بعدين آخر شيء في حالة التكافؤ الأولوية يتم التنفيذ من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين. إذا أول شيء أقواس، تكون حفظهم بصم بصم، أول شيء أقواس، بعدين بروح أدور أوش بدور على أقواس في العبارة، بروح أدور وين في أقواس بروح أحله، بعدين وين بروح بدور على النط، بعدين الأند، بعدين الأور، بعدين إذا تشابهت الأولويات. يعني تشابهت الأولويات، لو كان عندي ثنتين أور مثلا، ثنتين أور مين أخذ؟ أي واحدة بأخذ من اليسار لليمين، أول شيء بأخذ اليسار بعدين بأخذ اليمين، أول شيء اليسار بعدين بأخذ اليمين، تمام. إذا الأقواس يتم تنفيذ عمليات بداخلها أولا، بعدين نط حفظ أقواس نط أند أور تكافؤ الأوليات من يتم تنفيذ من اليسار لليمين. طيب ممكن تسألوني شو هذا يا أستاذ؟ الآن راح أورجيكم على أمثلة شو يعني هذا. جد ناتج العبارات المنطقية الآتية، بجيك هيك السؤال في الوزارة، جد ناتج العبارات منطقية الآتية. نبدأ بفرع ألف، طلع العبارة منطقية، هاي اسمها عبارة منطقية، عبارة منطقية. طلع في عندي 0 or 0 and 1، وده جد الناتج، ده وجد الناتج. طيب بطلع على المسألة، بدور حسب الأولويات، بكون حافظها أنا. هل في أقواس؟ بدور إيش على الأقواس؟ هل في عندي هنا أقواس؟ لا. طيب بروح أدور. هل في عندي نط؟ أقواس ما في، الأمر على النط. هل في نط هون؟ لا. طيب بروح على الأولوية الثالثة. هل في عندي and؟ أند هون؟ نعم في عندي أند. وين الأند؟ هاي الأند، هاي الأند، هاي الأند،
لما ببدا فيها هاي اول واحد ببدا فيها، بحل زيرو، زيرو بتنزل زي ما هي، واور بتنزل زي ما هي، لانه الاولويه لزيرو اند 1. هاي الاولويه لزيرو اند 1، احنا متذكرين اند، اند لها مدخلين، واحده قبلها واحده بعدها، قبلها وبعدها، اذا زيرو اند 1. خلينا نتذكر شو يعني الاند. الاند تقوم عمليه الضرب، تقوم عمليه الضرب. الاند، الاند عمليه الضرب. طيب صفر ضرب واحد كم الجواب؟ صفر ضرب واحد صفر، اذا كل هاي صار محلها صفر. طلع انتبه منيح، زيرو نزلتها والاور نزلتها، لانه الاولويه مش الها، الاولويه مش الها، الاولويه لزيرو اند 1، زيرو اند 1، صفر ضرب واحد صفر، نزلت محل كل هاي، كل هاي صار محلها صفر. طيب الان اروح على هاي، تمام، بطلع عليها من جديد. في اقواس؟ لا. في نط؟ لا. في اند؟ لا. في اور؟ نعم، هاي الاور ما فيش غيرها اصلا، هيها صفر زائد صفر، لان الاور حكينا الجمع اذا متذكرين، صفر زائد صفر صفر. هيك انتهت المسألة، هيك انتهت المسألة. اذا يا شباب هيك انتهت المسألة. عيد من جديد، لما اجي ناتج عبارات منطقية، اكيد جبنا ناتج عبارات منطقية، بروح اكون حافظ الاولويات، بروح على الاولويات وامشي فيها خطوة خطوة، ما بصير احل اكثر من خطوة مرة واحدة، ما بصير، لازم خطوة خطوة بالتسلسل. وعشان اتاكد كم خطوة، اطلع علي، انتبه علي، كم بوابة عندي هون؟ عندي بوابة، بوابتين، بوابة اور وبوابة اند، ثنتين ثنتين. اذا كم خطوة بحتاج؟ بحتاج لخطوتين، خطوة خطوتين. هاي طريقة اتاكد منها انه انت بتسلسل بشكل صحيح، عندي بوابتين وعندي خطوتين. طيب نروح على فرع ب، نروح على فرع ب وننظر على فرع ب، انتبه علي. الان برو جد ناتج العبارات، بطلع، في عندي اقواس، بطلع مسألة، في اقواس؟ نعم في اقواس، وين الاقواس؟ هي يتم تنفيذ ما بداخل الاقواس اولا، اذا هاي الاولوية، لهي الاولوية، ما بداخل القوس اولا، ما بداخل القوس. طيب شو عند البوابة؟ اور، البوابة هي اور، صفر زائد صفر صفر، اذا هاي كلها كلها صار محلها صفر، خلص راحت، صفر زائد صفر صفر، خلص راحت صار محلها صفر. الان اكمل المسألة، ما بصير احل مرة واحدة، لازم اكملها خطوة خطوة، اكمل هاي اند وهي الون، هاي اند نزلتها وهي الون نزلتها. طيب بطلع على المسألة هاي من جديد، الان من جديد، في عندي اقواس؟ لا. في عندي نط؟ لا. في عندي اند؟ نعم، هي الاند ما في غيرها اصلا، تمام. الاند نرجع نذكر، الاند هي تقوم عمليه الضرب، صفر ضرب واحد صفر، وهيك انتهى الحل، هيك انتهى الحل. طيب نروح على فرع جيم، نفس التفكير ونفس المبدا، نفس التفكير ونفس المبدا، تمام. نطلع على فرع جيم، طلع علي، جد ناتج، بروح بطلع، في عندي اقواس؟ في عندي اقواس هنا في المساله؟ لا. في عندي نط؟ هي ماشي، انا حسب الاولويات، هي حسب الاولويات، في عندي اقواس؟ ما في اقواس. في عندي نط؟ بدور في نط، في نط، وين النط؟ هي والنط بتاخذ دائما ما بعدها، ها ما بتاخذ قبلها، نتذكر بوابه نط، نط صفر، نط واحد، نط اي، نط بي، بتاخذ اللي بعدها، ما بتاخذ قبلها، نط بتاخذ اللي بعدها، بتفرق عن اور واند، اند قبلها واللي بعدها، اما نط تاخذ اللي بعدها بس، اللي بعدها، نط الصفر، نتذكر في نط الصفر، النط شو بتعمل؟ بوابه المنطقيه نط شو بتعمل؟ تعكس القيمه، تعكسها. إذا كانت صفر بتصير واحد، وإذا كانت واحد بتصير صفر. طيب شو عمل؟ شو عمل؟ بنزل المسألة هاي مالي فيها، هاي مالي فيها، بنزلها زي ما هي، زيرو، هيها شايفينها، زيرو أند، هاي نزلتها زي ما هي مالي فيها، ما وصلتهاش لسه. نط الصفر، هاي حطيتها تحتها خط، حطيتها تحتها خط، نط الصفر، كم قيمة نط الصفر؟ عكسها، كلها بتصير واحد، كل هاي صارت 1. نط الصفر عكسها صارت 1، محلها 1، خلص راحت النط صفر صار محلها 1. طيب شو ضل عندي؟ انزل الاور زي ما هي، اور 1، اور 1. طيب الان برجع اشوف المسألة من جديد، في عندي اقواس؟ لا. في عندي نط؟ لا. في عندي اند؟ نعم. وين الاند؟ هاي الاند، هاي الاند، هاي الاند، مالي في الاور، بحل خطوة خطوة. الاند صفر ضرب واحد، الاند ضرب صفر ضرب واحد هي صفر، بنزل اور زي ما هي لسه ما وصلتها، زي ما هي، هاي الاور 1 شايفينها، الاور 1، الاور 1 هي نزلتها زي ما هي، زي ما هي هاي، اوكي طلعت نتيجتها، حطيت تحتها خط عشان طلع نتيجتها، هاي نتيجتها، والاور نزل زي ما هي، والواحد زي ما هي. لا بطلع المساله من جديد، من جديد، في عندي اقواس؟ لا.
في عندي not لا، في عندي and لا، في عندي or نعم. وينها؟ هيها ما ظلش غيرها اصلا، ما ظل غيرها. صفر زائد واحد واحد وانتهت المسألة هيك. إذا كم خطوة احتجت هنا؟ واحد اثنين ثلاث خطوات. عد البوابات، هاي بوابة اند، هاي هاي بوابة، وهي بوابتين، وهي ثلاث بوابات. إذا ثلاث خطوات عشان أتأكد من الحل عندي. هون نطلع كم بوابة عندي؟ بوابتين، بوابة الأور وبوابة الأند. كم خطوة؟ خطوتين. هون كم بوابة؟ بوابتين. إذا خطوتين، هي خطوة خطوتين، خطوة خطوتين، تمام؟ أتوقع يا شباب واضح. طيب شو مطلوب مني؟ مطلوب مني أحفظ هذول زي اسمي، الأولويات هذول زي اسمك، وقعد تخربط فيهم. الأقواس بعدين نط، سهلات. أول شيء أقواس، بعدين نط، نط، بعدين الأند، بعدين الأور. أقواس، نط، أند، بعدين الأور، تمام؟ طيب الآن إحنا عشان نستكمل تلخيص للدفتر، تمام؟ راح توقف، وأنت بتوقف الفيديو الآن، بتوقف الفيديو وبتنسخ هذول، بتلخصهم، بتكمل في الدفتر تاعك، بتلخص هذول. أتوقع الكتابة واضحة والأمور واضحة، بتلخصهم زي ما بنلخصهم تماما، بتلخص، توقف الفيديو شوي، بتلخص هذول، وبعدين بترجع بتكمل الفيديو، بترجع بتكمل الفيديو. الآن وقف الفيديو وبلش لخص. طيب نرجع نستكمل نفس الموضوع. جاب ناتج العبارات المنطقية، تمام؟ جاب ناتج العبارات المنطقية. شوف شوف السؤال، هنقرأ السؤال مع بعض. جد ناتج العبارات المنطقية الآتية إذا كانت، الآن معطيني قيم، معطيني قيم A تساوي 0، B تساوي 0، C تساوي 1، وD تساوي 0، تمام؟ نبدأ، في عندي أربع فروع، ألف باء جيم دال. نبدأ بأول فرع، أقرأه A or B and C or D، تمام؟ طيب شو أول شيء بعمله؟ شو بفرق هذا السؤال السابق؟ السؤال السابق كان معطيني قيم مباشرة، الصفر والواحد. هون شو بفرق؟ سهل، سهل، بروح أعوض أول شيء محل كل A قيمتها، محل كل B قيمتها، وC قيمتها، ودي قيمتها. هاي أول خطوة، بعوض محل كل رمز أو مدخل من هذول المداخل قيمهن حسب هو معطيك في السؤال. كم قيمة A؟ كم قيمة A؟ نبدأ أول شيء التعويض، A صفر، هاي A صفر، جبتها من هون مش من راسي، من هون جبتها، هاي صفر، هاي أور بنزلها. B كم قيمتها؟ صفر، هي حسب ما معطيك من السؤال، صفر، هي بحط صفر. and بفتح قوسي، بفتح القوس، والآن كم السي؟ واحد، هيها من السؤال، واحد or. وكم الدي؟ صفر، هي دي صفر، وبسكر القوس، وبسكر القوس، تمام؟ إذا شو عملت في الخطوة الأولى أنا؟ وهي لا تعتبر خطوة، يعني ما بتنعد مع الخطوات. أنا عملت عوضت بس، أخذت A و B و C و D قيمهن من السؤال، مش من عندي أحط، مش من عندي أحط قيمهن، مش من راسي أحط قيمهن وأمشي. تأخذ صفر، صفر بتأخذ، بدك تحط قيمهن حسب ما أعطيك السؤال، حسب ما أعطيك السؤال بتحط قيمهن. مش عوضنا، عوضنا، صارت المسألة الآن جاهزة. الآن مبدأ حل، مبدأ حل، بطلع، أطلع يا شباب الآن، أطلع يا شباب، انظروا للمسألة هاي، تمام؟ في عندي أقواس، طلع عليها، في أقواس فيها؟ نعم في أقواس، نعم. وين القوس؟ هاي القوس، ببدأ في أول شيء بالقوس، ببدأ في القوس، بكتب كل إشي، كل إشي بكتبه زي ما هو، وبحل القوس. اللي بحط تحتيه خط هو اللي بحله، والباقي بنسخه زي ما هو، بنسخه زي ما هو. طيب الآن قبل ما نبدأ نحل، فكرة كم خطوة راح يكون عندي؟ هاي بوابة، أحسنت، في عندي ثلاث خطوات. ليش؟ لأنه في عندي ثلاث بوابات، بوابة، بوابتين، ثلاث بوابات. إذا في عندي ثلاث خطوات، ثلاث خطوات ابدا احل، تمام؟ هذا بنسخن مثل ما هن، بنسخن زي ما هن، انه ما بدنا نحلهن. 0 اور 0 اند، هاي نزلتها 0 اور 0 اند، نزلتها زي ما هن، ما بدي احل فيهن شيء، بدي احل تحتي خط. طيب 1 اور 0 شو يعني؟ اور جمع، نرجع نعيد، الاور جمع. 1 زائد 0 كم؟ 1 زائد 0 1، خلص راح نقوس، كل هاي كل هاي صار محلها 1، شايفين؟ كل هذا صار محله واحد، خلص حليته أنا، خلص خلصت منه، حطيت تحته خط معناته حليته، هي صار محله واحد. طيب نروح على هاي، بطلع عليها من جديد، بعملها كأنها مسألة جديدة، كأنها مسألة جديدة. في عندي قوس؟ لا. في عندي نط؟ لا. في عندي أند؟ نعم، في عندي أند. وين الأند؟ هي الأند،
اي الان، والان زي ما حكيت لكم الان باخذ قيمه قبله واللي بعده، قبله مباشره واللي بعده. طيب انا شو بنعمل؟ ننسخ هذول، هذول الاور مالي فيها، ما حليتها لسه، ما حل، ما في شيء تحتها خط، الاولويه مش الها، زيرو اور. طيب صفر ضرب واحد، الان ضرب، الان ضرب، صفر ضرب واحد صفر، هاي كل هاي محلها صار صفر، كل هاي كل هاي صار محلها صفر، صار محلها صفر. طيب الان بروح على خطوة هاي بطلع بعملها نفس الشيء، في اقواس لا، في نط لا، في اند لا، في اور نعم، هيها اصلا ما ضل غيرها، ما ضل غيرها، صفر زائد صفر والجواب هو صفر، صفر زائد صفر صفر. لاحظ خطوة خطوتين ثلاث خطوات، هاي عوضنا، هاي لا تعتبر خطوة، هاي عوضنا، بس عوضنا. أما الحل خطوة خطوتين ثلاث، كم بواب عندي؟ واحد اثنين ثلاث، هاي ثلاث خطوات وهي ثلاث بوابات، هيك عشان أتأكد إنه حلي بالتسلسل صح، لازم أحل تسلسلي، ما بصير أحل الخطوتين مع بعض، ما بصير أحل خطوتين مع بعض. طيب خلينا نروح على فرع باء، فرع باء شوي طويل وفي أفكار، فرع باء طويل وفي أفكار. وأحب أذكر شباب إنه هذا السؤال، السؤال زي هذا إجباري الوزارة يجيبوا منه، إجباري لازم الوزارة يجيبوا سؤال زي هذا إجباري، ما فيها مجال، لازم يجيبوا الوزارة سؤال زي هذا. طب طلع السؤال، طلع السؤال، عندي رموز، طيب بدي أول شيء أعوض القيم، من وين أجيب القيم؟ هي موجودة في السؤال، برجع أول خطوة أعوض محل كل واحد بي كم؟ صفر أور، أي أور، نط، أي نط، كامل ايه؟ صفر، هاي صفر، بحافظ على قوس، هاي سكرت القوس، سكرت القوس، عوضت بس، هاي اند، بفتح القوس الكبير، لاحظ عندي اقواس كبيرة واقواس صغيرة جواها، بفتح قوس صغير، هاي قوس صغير لسه، في قوس صغير جوا قوس كبير. طيب السي كم قيمتها؟ واحد، هاي واحد، اور، اور، دي كم قيمتها؟ صفر، هاي صفر، بسكر القوس الصغير، هاي قوس الصغير سكرته، انا بعوض بس وبحافظ على القواس. طيب اند، هاي اند، وهي اند، ايه كم قيمة ايه؟ صفر، ايه صفر، وهي حطينا صفر، وما بنسى القوس، هاي تسكيرته القوس، هاي تسكيرة القوس، هاي تسكيرة القوس. طيب الان شو عملت انا؟ بس عوضت، لسه ما حليت، انا بس عوضت، بس عوضت. طيب نبدا الحل الان، نبدا الحل، بطلع الان المساله هاي مساله طويله وفيها افكار، مساله طويله وفيها افكار، اذا فهمتها تفهم كل الايجاد ناتج العبارات المنطقيه. بطلع الاولويه لمين؟ يلا لحالكم، لمين الاولويه؟ للاقواس، ممتازين، للاقواس. طيب طلع في عندي قوس وفي عندي قوس، عندي قوسين، هاي قوس هون، هيو هذا قوس، وهي في عندي قوس. طب لمين الاولويه؟ لمين؟ لما تتكافأ الأولوية، لما تتكافأ يعني في عندي قوس وقوس، أو أور وأور، أو أند وأند، بيشبهن بعض، الاثنتين بيشبهن بعض، الاثنتين بيشبهن بعض، لمين نعطي الأولوية؟ عشان ما حدا يزعل، كنا معطين قانون، شو القانون؟ عشان ما حدا يزعل، بروح على اليسار أول شيء، بروح على اليسار، ما يزعل مني هذا القوس، ولا يزعل مني هذا القوس، بروح على اليسار، على اليسار. طيب هاي قوس يسار وهي قوس اليمين، هاي قوس اليسار وهي قوس اليمين، لمين أولوية؟ لقوس اليسار، لقوس اليسار. طب طلع جوا قوس اليسار، فتنا جوا قوس اليسار، لاحظ إنه جوا قوس اليسار في عندي أور في عندي نط، تنتين، شو أعمل؟ لمين أولوية؟ أول شيء للنط ولا للأور؟ للنط ولا للأور؟ للنط، إذا بحل أول شيء النط، أولوية للنط زي ما شفنا في قبل شوي. أول شيء الأولوية للنط، إذا الأور مالي فيها، بحافظ على القوس، هاي القوس، هاي القوس، وهي الصفر بنزلها زي ما هي، هاي الصفر نزلها زي ما هي، وهي الأور زي ما هي. الآن نط الصفر، نط الصفر شو شو حكينا بتعمل؟ تعكس، اعكس الصفر بصير واحد، شو صار محل نط الصفر؟ صار محلها واحد. طيب نط الصفر، نط الصفر صار محلها واحد، وبسكر القوس، لسه ما خلصت، لسه ما خلصت من القوس، هاي شايفينه؟ لسه ما خلصت منه، من جوا اور، لسه في اور، في عمليتين عندي كان، كان في عندي عمليتين، عمليتين، خلصت من واحدة حليتها وظل واحدة، عشان هيك القوس ظل موجود، بكمل المسألة، ما بروح أحل خطوتين في خطوة واحدة، بكمل المسألة، هاي بنسخها نسخ، قوس كبير، قوس صغير، 1 اور صفر، اند
صفر، وبحافظ على قوس الكبير، وهذا قوس الكبير. طيب الآن بمسك المسألة هاي من جديد، من جديد بطلع. أول شيء مين؟ للأقواس، للأقواس. لسه في عندي قوس يسار وفي عندي قوس يمين، قوس يسار وقوس يمين، قوس في اليسار وقوس في اليمين. لمين الأولوية؟ اتفقنا قبل شوي لما يتشابهن بروح على اليسار، وين اليسار؟ هاي اليسار. إذا لمين الأولوية؟ لها، لهذا القوس. شو ضل فيه؟ ضل فيه عملية واحدة، عملية واحدة. إذا الآن بقدر أخلص من القوس، إذا ضل فيه عملية واحدة خلاص بخلص من القوس. صفر زائد واحد، صفر زائد واحد، الأور زائد، صفر زائد واحد، واحد. وهذا كله ايش بعمل فيه؟ بنسخه، ما وصلته، بنسخه زي ما هو. صفر هاي محلها واحد، وهذا كله بنسخه. اند هاي نسخته، بنسخه، نسخ قوس كبير، قوس صغير، 1 اور 0 قوس صغير، قوس صغير، 1 اور 0 قوس صغير، اند 0 وهاي القوس الكبير. طيب الان صارت عندي المساله هاي، المساله هاي، بطلع عليها من جديد، بطلع عليها. لمين الأولوية؟ من جديد للأقواس، للأقواس. في أقواس عندي؟ نعم، هاي الأقواس، هاي قوس كبير، قوس كبير. فوت جوا، فوت جوا، جوا، فتنا جوا، لقينا قوس صغير وآند، قوس صغير وآند. لمين الأولوية؟ للقوس الصغير ولا الآند؟ للقوس الصغير، للقوس. الأولوية للقوس قبل الآند. إذا هاي راح تنعمل أول إشي. فبرجع أنسخ المسألة زي ما هي، 1 آند، وبحافظ على قوس كبير ما خلصت منه لسه. يلا، واحد 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 زائد صفر، واحد زائد صفر، واحد، هيا هيا شايفينها، واحد زائد صفر، هي محلها واحد، راح القوس الصغير، قوس الصغير راح خلص، هي صار محلها واحد. اند بنسخها زي ما هي، اند صفر، صارت هيك، صارت هيك، صارت عندي هيك المسألة، صارت عندي هيك المسألة، تمام؟ طيب، بسألوني الآن ليش ما شلت القوس؟ هذا، ليش ما شلت القوس هذا؟ ما خلصت منه لسه. أنا خلصت من القوس الصغير، قوس الصغير خلصت منه، بس قوس كبير لسه ما خلصت منه. ما خلصت منه، لسه ما خلصت منه. طيب، الآن بطلع على المسألة هاي من جديد، المسألة هاي من جديد. برجع الأولوية لمين؟ للأقواس. إذا لمين؟ للقوس هذا، ما ضل غير قوس واحد أصلاً. ما ضل غير قوس واحد. لهاي الأولوية، للقوس هذا، للقوس هذا، تمام؟ وبرجع أنسخ، هاي ماليش فيها، هاي مالي فيها أنا، مالي فيها. 1 and 1 ضرب 0، 1 ضرب 0، 0. شايفين كل هاي؟ كل هاي صار محلها 0، خلص خلصت من القوس، لأنه عملية واحدة ظل، خلص، ناتج واحد خلصت من القوس، صار 0 محله، كل هاي صار محلها 0. شو ضل عندي؟ ما ضل عندي أصلاً غير، ما ضل عندي غير هاي. ما ضل عندي غيرها، تمام، اللي هي 1 ضرب 0، والجواب هو 0، والجواب هو 0، والجواب هو 0. ان شاء الله تكون واضحه يا شباب، ان شاء الله تكون واضحه. طيب ننتقل لفرع جيم، ننتقل لفرع جيم. نط A اور نط B، بدي اعوض من نفس السؤال، اول خطوه بعوض نط اللي هي كم قيمتها؟ 0، اور نط بي كم قيمتها؟ حسب موجود السؤال كمان صفر. طيب بنظر للسؤال، هيك عوضت، بنظر الان للسؤال. في اقواس؟ في اقواس؟ لا. في نط؟ نعم في نط، في واحد يسار واحد يمين. تكافأت الاولويات، تكافأ، الاثنين بيشبهن بعض. طب مين لمين؟ عشان ما حدا يزعل، كنا حاكيين من زمان لما يتشابه الثنتين بروح على اليسار. وين اليسار؟ هاي اليسار، هاي اليسار، هاي اليسار. طيب نط الزيرو حكينا شو النط تعمل؟ تعكس القيمة. إذا محل نط الزيرو كلها صار محلها 1 1. وبرجع أنسخ المسألة، ما بحل خطوتين مع بعض، خطوة خطوة، خطوة خطوة، عشان هيك الحل. إذا حليت خطوتين مع بعض خطأ، لازم يكون في تسلسل، تسلسل، تمام. طيب الآن بطلع على مسألة من جديد، بطلع عليها من جديد وكأنها مسألة من جديد، بطلع عليها من جديد. في عندي أقواس؟ أقواس فيه؟ لا. في عندي نط؟ نعم. وين النط؟ هاي، 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 تمام. اذا بحلها هسه، بنسخ هاي زي ما هي، 1 اور نط الصفر، عكسها بصير 1 1. طيب لما بروح عند هاي الخطوه، هاي الخطوه بطلع عليها من جديد. في اقواس؟ لا. في نط؟ لا. في اند؟ لا. انا ماشي على الاولويات اعطيتك اياها قبل شوي. في اقواس؟ لا. في نط؟ لا. في اند؟ لا.
في اور، نعم هاي الاور ما ظلش غيرها اصلا، واحد زائد واحد حكينا عنها تساوي واحد، تساوي واحد، تساوي واحد. ممكن نحط هيك مربعات عليها عشان يبين لك انه هذا الناتج النهائي، هذا الناتج النهائي. تمام يا شباب، ان شاء الله تكون الامور واضحه. طيب نروح على المساله الاخيره، دال في العدال. اول خطوه خلاص تعودنا وفهمنا، بعوض سي كم قيمه سي، ودير بالك تنظر غلط، دير بالك اي غلط بروح السؤال، اي غلط في التسلسل هون، اي خطوه غلط راح السؤال كامل، اي خطا راح تسلسل كامل، فكون مركز منيح. سي وين سي؟ هي واحد بعوض محلها. اند بي، بنتبه منيح، بي صفر، هي صفر. اند اند اند، انتبه منيح، اند هي اند، هي نسخت الاند. هي ايه؟ هي الايه، كم ايه؟ صفر، هي صفر. طيب اور، هي بنزلها ونط الدي، كم قيمة الدي؟ صفر. شو عملت هيك؟ أنا عوضت، أنا بس عوضت، أنا بس عوضت. الآن أبدأ أحل، بطلنا، في أقواس؟ هون في أقواس؟ في أقواس؟ لا. في نط؟ في نط؟ نعم في نط، وين يا محترم؟ هيها هيها. إذا بنسخ كل هذا وبحل هاي، بنسخ كل هذا زي ما هو ما بصيبه، بنسخ ونسخ، نسخ وبحل هاي بس، لأنه هاي الأولوية لها. لا ننسخ كل هذا الحكي، 1 and 0 and 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 0 هيها or النط بتعكس، نط الصفر صارت واحد، هيها نط الصفر، نط الصفر، نط الصفر صارت محلها واحد بس. طيب الآن بطلع مسألة من جديد، هيها مسألة من جديد، هيها في أقواس؟ لا. في نط؟ لا. في اند؟ نعم في اند هون واند هون. لمين الأولوية؟ خلاص فهمنا يا أستاذ، فهمنا الأولوية لمين؟ لليسار، لليسار. تمام. طيب الآن تأخذ قبلها واللي بعدها. تمام. طيب 1 اند 0 يعني 1 ضرب 0 0. الآن هذا كله بعديه بنسخ ونسخ، بنسخ ونسخ، عندي بحل خطوة خطوة. هي نسخت، هي اند 0 اور 1، آن صفر أور واحد، آن صفر أور واحد، نسخته نسخ. تمام؟ تمام. طيب نستكمل، بطلع مسألة هاي من جديد، في أقواس؟ لا. في نط؟ لا. في أند؟ نعم في أند، هاي الأند، هاي الأند، هيها. تمام، بحط تحتها خط عشان أعرف ما أنسى. صفر ضرب صفر صفر، إذا كل هاي محلها صار صفر، وهي بنسخها نسخ أور 1 اور 1. طيب 0 زائد 1، 0 زائد 1 ما ضلش غيرها اصلا، 0 زائد 1 والجواب هو 1 لانه الاور بتقوم بعمليه الجمع. طيب يا شباب ننتقل الان لاسئله متنوعه على جدول الحقيقه، اسئله متنوعه على جدول الحقيقه. سؤال جيني، اكمل جدول الحقيقه الاتي. هي عندي جدول الحقيقه، عندي جدول الحقيقه، في عندي اكس واي نوت اكس واكس اور نوت واي. القيم موجودة عندي 1 0 1 1 0 0، وعندي بدي اطلع الفرق الف وباء وجيم ودال وهاء وواو. طيب لاحظ انه في العمود الاول طالب نط اكس، نط اكس، شو يعني نط اكس؟ نط اكس يعني روح اقلب لي اكس، اعكس لي اكس، اسف، هو اعكس لي قيمة اكس. فرق الف زي ما انت شايف، فرق الف هون كم قيمة اكس؟ 1، اعكسها صارت 0، إذا هون قيمة 0، إذا الفرع الأول قيمتها 0. طيب نروح على فرع باء، فرع باء، فرع باء، ايوه نط اكس، روح لي على اكس قيمته 1، اعكسه لانه نط، اعكسه كان 1 كم صار؟ 0، اذا فرع باء 0، فرع باء 0. فرع جيم نط اكس، روح لي على اكس واعكسه، هي اكس 0 اعكسها، عكس 0 صارت 1 وهي جيم 1. طيب نروح الان على دال وها واو، دال وها واو عباره عن عباره منطقيه، اكس اور نط واي، اكس اور نط واي، اكس اور نوت واي، عندي دال وها واو. كيف بدي احلها؟ بدي اضطر اروح على الاولويات تاعت العبارات المنطقيه اللي اخذناها في بدايه الحصه. هي عندي هنا اكس اور نوت واي، بعوض محل اكس واي قيمهن. هي عوضت، هي اكس محلها 1 واي محلها 0، اكس محلها 1 واي محلها 0. طيب الان بطلع 1 اور نوت واي، 1 اور نوت واي، لمين الاولويه؟ لاور ولا لنط؟ الاولويه طبعا لنط، ما
ما في عندي اقواس، بعدين بيجي عندي نط 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 الصفر نط الصفر بعكسها بصير واحد، وهي بنزلها زي ما هي، 1 نزل زي ما هي، ار زي ما هي، ونط الصفر زي ما حكينا احنا بمشي خطوه خطوه، نط الصفر عكسها بصير واحد. طيب شو ضل عندي الان؟ 1 اور 1 يعني 1 زائد 1 صارت 1. هي اروح افرعها نفس الشيء بس الاكس والواي مختلفات، 1 و1 بعوض 1 و1 هون، 1 و1 عوضت 1 و1 هاي محل اكس 1 ومحل واي 1 هي 1 و1 نفس الشيء. لمين الاولويه؟ في اقواس؟ لا، في نط، نعم في عندي نط، نط الواحد هاي بضلها زي ما هي، 1 تنزل اور تنزل، نط ال1 بصير صفر، نط ال1 عكسها بصير صفر، 1 زائد صفر 1 1 بفرعها 1 هي الاجابه. طيب فرع واو نفس الشيء اكس واي بس بحط محل اكس 0 واي 0، بحط محل اكس 0 بحط محل واي 0، هاي حطيت 0 و0 نفس الشيء. في اقواس؟ لا، بروح على نط، هاي نط بنزل زي ما هو بس نط الصفر عكس صارت 1، كل هاي صار محلها 1، كل هاي صار محلها 1، 0 زائد 1 1 1 1. طيب نروح على سؤال اخر على جدول الحقيقه، ايضا على جدول الحقيقه، طبعا هاي سلسله جدول الحقيقه اسئله كل سنه لازم تيجي، لازم تيجي كل سنه، كل سنه لازم تيجي عندي هاي اسئله الحقيقه. طيب اروح الان، في عندي الان مختلف عن السؤال قبله، نفس الشيء جدول الحقيقه بس عندي A وB وC، وعندي نوت سي و A and B or not C. ابدا فرع الف موجود عندي، نط السي، شو عن نط السي؟ روح على سي وعكسه، رحنا على سي عكس سي كانت 1 شو صارت؟ 0 0 هون 0، اذا الف جوابها 0، الف جوابها 0. طيب نروح على فرع با، فرع با بدي اجيب ايش؟ هي عندي عباره منطقيه ما بعرف احلها بالعين، بدي اضطر اروح احلها على جنب. الوزاره ما بتطلب منك تحل هون، هو بهمه هون، بس انت ما بتعرف تحل غير لما تروح على جنب وتحل، تحل على جنب، ما بتقدر تطلع الجواب بسرعه، بدك تروح تحل، بدك تعوض محل A 1 زي ما هو واضح امامك، ومحل B 0 ومحل C 1 زي ما انت شايف. طيب هي نزلنا الواحد وهي نزلنا الصفر وهي نزلنا الصفر وهي نزلنا الواحد وهي الصفر وهي الواحد، واحد صفر وواحد. طيب الان في عندي اقواس؟ لا، في عندي نط، نعم هي النط، الاولويه لمين؟ لنط، انزل محل كل نط واحد عكسها صارت صفر، صارت صفر. لا انزل هاي كلها زي ما هي، هيها زي ما هي. الان في عندي اند وفي عندي اور، اند اور، لمين الاولويه؟ للاند ولا للاور؟ للاند، هاي الاند 1 اند 0، 1 اند 0 يعني ضرب، اضرب 1 ضرب 0 هي 0، هي 0، والان الاور والصفر تنزل زي ما هي. طيب 0 زائد 0 شو مالج غيرها؟ 0 زائد 0 0، وهي جواب فرع با، هي جواب فرع با، فرع با. طيب روح على فرع جيم، فرع جيم هون عكس لك المساله، طلع معطيك نط الصفر، نط السي 1 وطالب منك السي نفسها. طب شو العلاقه بين نط السي والسي؟ عكس بعض، اذا كانت هي 1 بتصير هي 0، اذا كانت هي 0 بتصير هي 1. اذا اطول مباشره، هي 1 نط السي 1، اذا سي 0، سي 0. طيب روح فرع دال، فرع دال زي فرع با، بحط هاي وبعوض محلها بس ايش؟ 1 1 وجيم كم طلعت معي؟ 0، 1 1 و0 بعوض فيها، هي 1 1 و0. لمين الاولويه هون؟ الاولويه هون عندي للصفر، الاولويه هون عندي للنط، للنط هي للنط، كم قيمتها؟ انزل فيها كم قيمتها؟ عكسها بصير 1، وهي المساله بنسخها زي ما هي، نسختها، نسختها زي ما هي، وهي محل نط الصفر 1. لا لمين الاولويه؟ للاند ولا للاور؟ الاولويه عندي هون لاند، لاند هي الاند، لاند 1 ضرب 1 هي 1 1، وهي تنزل زي ما هي، نزلناها زي ما هي لانه حكينا نمشي خطوه 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 خطوه. 1 زائد 1 الاور تعمل عمليه الجمع، 1 زائد 1 1، اذا فرع دال قيمته 1 1. طيب فرعها مباشر، فرعها سهل، نط السي يعني روح للعاسي وعكسها، كانت صفر عكسها صارت واحد، فرعها واحد. فرع واو زي با ودال، بدي اجيب العباره المنطقيه، هي العباره المنطقيه، واعوض بصفر وصفر وصفر، عوضت بصفر وصفر وصفر، الاولويه لنط، الاولويه عندي هون لنط، تمام؟ نط الصفر هذول كلهم بنسخن وبحل وحده بس، كل مره بحل وحده، كل مره بحل وحده بس، وحده. نط الصفر صارت واحد، وهي المساله نزلت، الان في عندي اند واور، لمين الاولويه؟ للاند ولا للاور؟ للاند ولا للاور؟ الاولويه للاند، صفر ضرب صفر، هي محلها صفر، اور واحد، اور واحد. طيب ضل عندي بس صفر زائد واحد واحد، وهيك فرع واو طلع عندي واحد. الان هاي المساله هي قدامك التلخيص، توقف الفيديو الان وتنسخ كلها، تنسخه شوي شوي وما تخطا باي رقم، اي رقم تخطا فيه كل اجابتك تطلع خطا، تنسخه تمام. هسه برجع عيد، الوزاره بهمهم تعبي هون جدول الحقيقه، هذا الحل على جنب لك لك عشان تعرف تحل، بدونه ما بتعرفش تحل. هو طالب لما يجيب لك جدول الحقيقه اكمله، هو طالب هذول، هذول انت تضطر تحل هون، اضطر تحل عشان تطلع الجواب،
وقف الفيديو الآن وتنسخ عشان ننتقل على الموضوع اللي بعده، ننتقل على الموضوع اللي بعده. طيب راح نبلش الآن بموضوع فرعي تابع له، بس موضوع فرعي جديد اسمه تمثيل العبارات المنطقية باستخدام البوابات المنطقية. تمثيل العبارات المنطقية باستخدام بوابات منطقية. نقرأ السؤال. سؤال: مثل العبارة المنطقية الآتية باستخدام بوابات منطقية. طب شو العبارة؟ x تساوي not a and b، not a and b، not a and b. طب شو طالب منك هنا في السؤال، أو شو طالب من هذا الموضوع؟ هذا بنحول من عبارة منطقية لرسم زي ما أنت شايف الآن في الجواب. الآن راح نشرحه. بدي أحول من عبارة من هون، من حكي من كلام إلى رسم، إلى رسم. لما حكي لك سؤال مثل عبارة منطقية تأتي باستخدام بوابات منطقية، يعني وكأنه بحكي لك حول لي هاي العبارة منطقية لبوابات منطقية، حول لي إياها. طيب كيف آلية الحل؟ بروح على العبارة المنطقية، ما اللي في قبله إشارة مساواة، يعني انسى إكس، إكس وكأنها غير موجودة. بروح على العبارة المنطقية نط A and B، بطلع بمشي على الأولويات، بمشي على الأولويات، ما بمشي على اليسار، لا، على الأولويات. لمين الأولوية؟ للنط A ولا للأند؟ للنط ولا للأند؟ الأولوية حسب ما أخذناها بداية حصة للنط. إذا بدي أرسم أول شيء نط A، نط A، هي نط A أول شيء بدي أرسمها. إذا الخطوة الأولى نط A، كيف رسمة النط A؟ هي رسمة النط A زي ما تعلمنا سابقا، زي ما أخذناها سابقا في أول بداية الوحدة، هي النط A هي رسمتها. طيب شو ضل عندي الآن؟ الآند، شو الآند؟ هي الآند، هي رسمة الآند. الآند شو لها؟ مدخلين ومخرج، مدخلين ومخرج. طيب شو مداخل الآند؟ شو هي مداخل الآند؟ طلع شو مداخل الآند؟ مداخل الآند هي نط A كاملة، لأنها في كيس واحد جاية، نط A كاملة، هذا المدخل الأول. والمدخل الثاني على الجهة الثانية بي، بي. طب وين نط ايه؟ مدخل اول، هي المدخل الاول. وين نط ايه كلها؟ هي نط ايه، بمسكها وحطها هون، ها بوصلها. طب وين البي؟ هي بي خلاص، تمام. يعني صار عندي اند فينا مدخلين، المدخل الاول نط ايه كامل، هي نسخته هون، والمدخل الثاني بي، هيو المدخل الثاني بي حطيته زي ما هو. واخر شيء شو طالب؟ المخرجات، المخرجات كم؟ هذا بالاخر لما يكون عندي مساواه بحطه بالمخرج، هيو اكس، هي اكس، تمام. طيب ناخذ كمان مثال اخر عشان نفهم الموضوع. مثل العبارات المنطقيه الاتي باستخدام بوابات منطقيه. نفس السؤال، في عندي عباره منطقيه وبدي ايش احولها لبوابات منطقيه زي ما نشوف هسه الان في الجواب. هذا الجواب مش موجود بكل عندك انت وقت تحله، بس انا حله على طول، تمام. وفي عندك فرع ثاني جد الناتج النهائي، حطي لك الجواب النهائي. خلينا نبدا فرع. مثل لما يجي لي سؤال زي هيك معناته بدور على الاولويات. شو عندي الاولويات؟ لمين الأولويات؟ النط A ولا الأور ولا النط B؟ ما في أقواس، النط A ولا الأور ولا النط B؟ تكافأ الأولويات، في عندي نط A ونط B، نط A ونط B. لمين الأولوية بالأول؟ لليسار، لأنه تكافأت بين هاي وهاي. نط A، هاي أرسم نط A، هاي نط A. طب بعدها النط B، هاي نط B، الأولى نط A، هاي نط B. طب بعدين شو ظل عندي؟ الأور، الأور هي، هاي الأور، هاي رسمة الأور، مدخلين ومخرج، مدخلين ومخرج. طيب شو المدخل الاول؟ المدخل الاول زي ما انت شايف نط ايه، يعني هاي نط ايه، هاي مدخل الاول، هيها مدخل الاول لاور، هيها كامله مش ايه لحالها، صارت في كيس كامله مع بعضها، مع بعضها. نط ايه، هاي نط ايه، هيها بجيبها هون برسمها هون، هاي رسمت النط ايه، هاي يعني بدون واحد والصفر انه هذا الجواب اللي بعده، هاي نط ايه، هيها مثلث ورسمته. طيب بعدين الجزء الثاني منها او المدخل الثاني نط بي، هاي نط بي، هاي نط بي، بحطها هون. طبعا ما هو مو سلك، بنزل وبحط نط البي، إذن هاي المدخل الثاني، هاي نط A المدخل الأول وهي نط B المدخل الثاني. هيك انتهت الرسمة. طيب طالب مني جزء ثاني، جد الناتج النهائي، بده كم الجواب هون، كم الجواب على المخرج. كم معطيني A؟ صفر. كم معطيني B؟ صفر. A صفر وB صفر، تمام. بعوض، في عندي طريقتين للحل، يا إما بعوض على الرسم، يا إما بحلها زي ما حلينا قبل شوي على العبارة المنطقية. خلينا ناخذ طريقة واحد، طريقة واحد A كم؟ صفر، وB صفر، حط هون. طيب صفر واجهة نط عكسها صارت واحد، صفر واجهة نط عكسها صارت واحد. الآن واحد داخل على أور، واحد داخل على أور، واحد زائد واحد، واحد زائد واحد يساوي واحد، وهذا المخرج. طيب في طريقة ثانية للحل، طريقة ثانية لإيجاد الناتج، هي اللي أخذناها قبل شوي التقليدية. بحط هون بعوض وبحل. عوضت، هي عوضت محل A صفر ومحل B صفر، هي وبحل على الأولويات. لمين الأولوية؟ أو شيل هاي نط الصفر واحد، أور نط الصفر نزل زي ما هي. الآن الأولوية لمين؟ لأور ولا لنط؟ لنط الصفر، عكسها صارت واحد، صار عندي واحد زائد واحد يساوي الجواب واحد، وهيها شايف؟ في عندي طريقتين للحل، يا إما بحط على الرسم
الارقام يا اما بحطها على الرسم او بحلها في هذه الطريقه، والثنتين والثنتين صح والثنتين صح والثنتين راح يكونين صح يا شباب. طيب الان نوقف لثواني، نوقف الفيديو، ننسخ هاي، ننسخ على الدفتر عشان كل شيء عندي ملخص. تمام، نرجع نكمل، هي ثابته امامك، وقف الفيديو ونسخها عندك على الدفتر. طيب ننتقل للجزء اللي بعده، ننتقل للجزء اللي بعده، ننتقل للجزء اللي بعده، نفس الشيء نفس السؤال. ادرس عبارة منطقية الآتية ثم اجب. بعطيك عبارة منطقية اللي هي A or not B and C. A or not B and C. عندك مجموعة من الأسئلة، كم عدد البوابات منطقية؟ استخرج وكم عدد الاحتمالات ومثل. عندك أربع أفرع، وهي الصيغ من الأسئلة يفضلوها الوزارة واللي يجيبوا عليها الوزارة، بيشبك كل شيء مع بعضه، يجيبوها الوزارة مع بعضها. طيب نبدأ. كم عدد البوابات المنطقية للعبارة السابقة؟ شو العبارة، شو البوابات المنطقية؟ هن and or not، عدهن. هي واحدة، هي اور، هي واحدة، وهي نط، هي ثنتين، وهي اند، هي ثلاث. إذا ثلاث بوابات، فرع الف هي جوابه ثلاث بوابات. طيب فرع باء، استخرج من العبارة السابقة بوابة تقوم بعكس قيمة المدخل دائما. مين هي البوابة اللي بتعكس قيمة المدخل؟ الاور ولا النط ولا الاند اللي بتعكسها، بتعكس القيمة اللي هي بوابة نط. إذا البوابة نط، فرع باء الجواب بوابة نط. طيب فرع جيم، ما دخلناه سابقا كمان، كم عدد احتمالات جدول الحقيقة العبارة السابقة؟ عدد الاحتمالات، بده عدد الاحتمالات. طيب في قانون لعدد الاحتمالات، في قانون متذكرينه، 2 قوة ان، 2 قوة ان، حيث ان تمثل، ان تمثل عدد المدخلات. شو المدخلات اللي عندي هنا؟ هي A وB وC، هاي المدخلات A وB وC، A وB وC، كم مدخل؟ ثلاثة. إذا بحط محل الان ثلاثة، صار عندي 2 قوة 3، 2 قوة 3 وتساوي 8 احتمالات وليس 6 احتمالات. تساوي عندي 8 احتمالات وليس 6 احتمالات، 8 احتمالات، 8 احتمالات. طيب فرع دال، مثل عبارة منطقية سابقة باستخدام البوابات المنطقية. هاي بدي احولها لبوابات، لبوابات هاي جوابها، احولها لبوابات هسه بشرحها، احولها لبوابات. وبعدين في ايش؟ جد الناتج النهائي زي السؤال اللي قبله. ببدا بروح على الاولويات، بروح على الاولويات، الاولوية لمين؟ اول شيء للنط بي، للنط بي برسم عندي هنا النط بي، برسم عندي هنا النط بي، هي النط بي برسم عندي هنا النط بي. طيب بعد النط بي لمين الأولوية؟ للأور ولا للأند؟ الأولوية للأند، الأولوية للأند، الأولوية راح تكون عندي للأند عليها. لمين الأولوية؟ لأور ولا للأند؟ لأور ولا للأند؟ للأند، للأند، أخذنا قبل شوي على الأولويات للأند. طيب كيف رسمة أند؟ هاي برسم رسمة أند، هاي هاي رسمة أند. أتوقع الناس تكون ضليع الآن برسمة أند وأور ونط. خط مستقيم الآن، مدخلين، مدخل أول ومدخل ثاني ومخرج. طيب شو المدخل الأول؟ هاي أند، هيها هاي أند. شو المدخل الأول لها؟ اللي قبلها. شو اللي قبلها؟ مباشرة مش بي، نط بي صارت في كيس واحد، نط بي. طب وين نط بي؟ هي شو بعمل؟ بنسخ. هاي نط بي، هاي المدخل الأول وهي نط بي، بنسخ زي ما هي، بوصلها يعني بمسكها وحطها هون، هاي نط بي. طب شو المدخل الثاني؟ لسي. شو المدخل الثاني لاند؟ سي، هاي سي ما في هنا خلاص، سي هي هاي سي، هاي سي. طيب اذا هاي خلاص خلصت من اند، هي وكل تعاتها بحط عليها دائره، بحط عليها دائره، بحط عليها دائره. ها خلصت من كل هاي، كل هاي رسمها في كيس واحد صارت. طيب شو ضل عندي؟ الاور، الاور ضل عندي الاور. طيب هاي الخطوه الثالثه الاور، كيف رسمت الاور؟ هاي رسمة الأور، هاي رسمة الأور، كيف؟ مطعوجة ومقوس علينا الآن، لها مدخلين ولها مخرج واحد، لها مدخلين ولها مخرج واحد. طيب الآن ركز معي شوي، ركز الآن معي شوي، ركز الآن معي شوي. طلع الأور شو مدخلها؟ المدخل الأول إيه؟ هي 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 أور، مدخل أول إيه؟ طب المدخل الثاني كل هاي صارت في كيس كامل، كلها. طب كلها وين صار رسمتها؟ هاي رسمتها، هاي كلها، هاي رسمتها، هاي. طب شو اعمل؟ بنسخ هاي هون تحت، هون بنسخها هون، هاي بنسخها، بوصلها هيك. هاي شايفين يا شباب؟ وهي مدخل، هاي بنسخها نسخ زي ما هي، بنسخها مثل ما هي، مثل ما هي. هاي نقلتها هون بس هون على السلك الثاني، هاي بحطها هيك
وهي بي وهي سي. إذن المدخل الأول صار إيه، والمدخل الثاني صار عليها، المدخل الثاني صار عليها هاي رسختها نسخ، رسختها نسخ. هيك خلص التمثيل. شو ضل عندي؟ ضل عندي أطلع الناتج النهائي، معطيني A قيمتها وبي قيمتها وسي قيمتها، A قيمتها وبي سي وبي قيمتها وسي قيمتها. في عندي طريقتين للحل، في عندي طريقتين للحل. أول طريقة إن أعوض على الرسم، كم A هاي واحد، كم B هاي واحد، وكم C هاي صفر. طيب واحد هاي شايفينها، واحد عكسها لأنه نط يعني صار صفر. هسا واجهت بوابة AND، هاي بوابة AND، بوابة AND ضرب عليها صفر وصفر، هي صفر مدخل أول ومدخل الثاني هيدخلها هيك صار صفر، وهاي صفر صارت، صفر ضرب صفر صار هنا صفر. طيب الآن وصلت بوابة OR، بوابة OR مدخل أول عليها واحد هيو واحد، والمدخل الثاني عليها صفر. وOR شو بتقوم بعملية الجمع، واحد زائد صفر واحد الجواب النهائي. هاي أول طريقة. طريقة اثنين، طريقة اثنين شو أعمل؟ أجيب العبارة وأعوض محلها، أجيب العبارة وعوض محلها، جيب العبارة وعوض محلها، عوض ايه على طول مباشرة، ايه كم قيمتها؟ واحد اور هاي بعوض، أخذت العبارة وعوض، نط البي واحد، اند السي صفر، هاي السي صفر، عوض محلها. طيب الآن على الأولويات، على الأولويات، لمين أولوية؟ الأولوية لنط، لنط في الشقواس، بنسخها نسخ وبخلي 1 اور، نط الصفر عكسها صارت صفر. and 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 صفر، هاي نقطة شايفين هاي صارت خلص. الآن لو نميل الأولوية للأند ولا للأور؟ للأند، للأند صارت 1 أور صفر ضرب صفر صفر. طيب الآن نجمع واحد زائد صفر تطلع عندي واحد، شايفين نفس الجواب، نفس الجواب. هاي طريقة واحد، هاي طريقة، حليت هاي صح وحليت هاي صح، حليت هاي صح ولا حليت على هاي صح. طيب يا شباب الآن إن شاء الله تكون مفهومة، رح نأخذ السؤال الأخير عشان نثبت المعلومة، عشان نثبت المعلومة، سؤال أخير على هذا الموضوع عشان نثبت المعلومة. الآن بإمكانك توقف الفيديو شوي، توقف الفيديو شوي وتنسخ هذا على الدفتر عندك، تنسخ هذا على الدفتر عندك وتبع وانسخ دفترك. ما ظل علينا إن شاء الله كثير وحدة، بس مشي فيها أول بأول، وراجع دائما قبل كل فيديو وانسخ دفترك ولخص، راح تكون كل شيء امور جاهزه. واي استفسارات احنا جاهزين ان شاء الله، مش هنقصر مع اي واحد فيكم، راح نقصر مع الوجوه الطيبه والغامه. طيب ننتقل لاخر شيء حصه اليوم، لاخر سؤال حصه اليوم، اخر شيء حصه اليوم يا شباب، ادرس العبارات المنطقيه الاتيه ثم اجب. معطيك عباره منطقيه، معطيك عباره منطقيه، معطيك عباره منطقيه، هيا F تساوي M and G not cos R or not D. يعني أصعب من هيك أو أكبر من هيك، بس مش راح تجيك، أنا أحلها إذا فهمتها تمام، بتكون كلها أمورك إن شاء الله طيبة، إن شاء الله أمورك كلها بتكون تمام، وأمورك كلها بتكون إن شاء الله طيبة. نبدأ نقرأ في أكثر من فرع عليها. أول فرع كم عدد البوابات منطقية العبارة السابقة، كم عدد البوابات بعد ها، هي and هي وحدة، وهي not هي ثنتين، وهي ثلاث، وهي أربعة. إذا ألف أربع بوابات، هاي فرع ألف. طيب فرع ب، فرع ب، ما هي البوابة المنطقية التي تسمى بي أو المنطقية؟ من هون شو اللي اسمها أو المنطقية؟ شو اللي اسمها أو المنطقية؟ أي واحدة هي الآند ولا النط ولا الأور؟ الأو، البوابة أور. راجع القبل أعطناك إياه، أعطناكم إياه، راجع. طيب فرع جيم، فرع جيم بالحل اللي هو التمثيل، فرع جيم بالحل اللي هو التمثيل. مثل العبارة المنطقية السابقة باستخدامات البوابة المنطقية، باستخدام بوابات منطقية، يعني بدي احول هاي، بدي احول هاي لبوابات منطقية. طيب بدي امشي على اولويات، هي طويلة شوي تمام، بس افهمها وركز فيها. كيف بمشي؟ لما احكي لك مثل عبارة منطقية باستخدام بوابة منطقية، بروح على المسألة بدور على الاولويات. لمين الاولوية؟ للاقواس. ارجع شوي لورا، راجع معي قبل شوي ما اخذنا الاولويات بداية الحصة، لمين الأولوية؟ للأقواس. روح على الأقواس، الأقواس شو جواها؟ في عندك أور وفي عندك نط، أور وفي نط، لمين الأولوية ولا شيء؟ للنط، بحط عليها دائرة هيك، وهي خطوة ألف للبوابة نط.
للبوابة نط، للبوابة نط، برسم البوابة نط، نط ايش؟ نط ايش؟ ما تخليك نط دي، دائرة مغلق عليها، وهي نط دي، هيك رسمت النط دي، شايفينها؟ هاي نط دي، هاي خطوة ألف. طيب خطوة باء، خلصنا من النط دي، لسه الأولوية داخل القوس، داخل القوس مين؟ في عندي أور، أجهز الأور، هاي رسمة الأور، هاي رسمة الأور. طيب الأور شو كم مدخل لها؟ كم مدخل؟ أحسنت، مدخلين، هاي مدخل أول ومدخل ثاني ولا مخرج واحد. طيب شو مدخلها؟ هاي الأور، شو مدخلها؟ المدخل الأول أر، هاي أر. طيب المدخل الثاني نط دي كلها صارت في كيس واحد، حطيت عليها دائرة، على كل محل فرع بحط عليه دائرة عشان يصير كيس مع بعضه. نط دي وين نط دي؟ هاي نط دي بنسخها، بنسخها زي ما هي، هاي بنسخها زي ما هي، هاي نط دي، هاي شايفين هاي؟ هاي نسختها هون على المدخل الثاني. طيب خلصنا من هاي صح؟ من كل القوس هذا خلصنا منه، كله خلصنا، خلصنا منه، حطه في كتلة مع بعضه. طيب الآن شو ضل عندي؟ الآن والنط، لمين الأولوية؟ الآن ولا للنط؟ للنط، للنط. طيب كيف النط شكله؟ كيف النط شكله؟ خلينا نجهز النط، كيف النط شكله؟ النط شكله كالآتي، هاي نط، هاي نط، هاي النط. طب نط ايش؟ نط كل هاي، كل هاي، كل هاي وينها؟ هاي، كل هاي، كل هاي، هيها، هيها، بمسكها على المدخل، هيا كلها بنسخها هون، برجع انسخ، هيا هون، برجع انسخ، هيا نسخ، هاي النط، هاي النط، وهي دي. طيب خلصت من كل هاي الآن، خلصت من كل هاي، طبعا هم في الجهة دول الجهة، خلصت الآن من كل هاي، خلصت من كل هاي الآن، تمام؟ خلصت من كل هاي، طبعا هون في الجهة، في الجهة يا شباب، تمام؟ خلصت من كل هاي، صار شو صار ضل عندي؟ ضل عندي الآن، آخر واحدة، الآن، الآن. طيب دال الآن، كيف رسمة الآن؟ كيف رسمة الآن؟ هاي الآن، هاي رسمة الآن. شوي الآن فيها مدخلين، هاي مدخل أول وهاي مدخل ثاني وهي مخرج. طيب الآن إيش وإيش؟ لها مدخلين، اللي قبلها واللي بعدها، شو اللي قبلها؟ إم، إم، إم لوحدها، إم لوحدها، تمام؟ هاي إم، هاي ام. طب واللي بعدها كل هاي، اند اللي بعدها كل هاي، في كيس مع بعضها جاي كلها مع بعضها. طب وين رسمتها؟ هاي شايفين، هاي بنسخها تحت، هاي بنسخها تحت زي ما هي، هاي بنسخها تحت مثل ما هي، نسخ زي ما هي، وهي ار نسخ، وهي هيك، وهي دي، هاي شايفينها؟ هاي نسختها هون، هاي ليه نسختها هون؟ لأنه هاي البوابة أند، هاي البوابة أند، هاي البوابة أند، هاي البوابة أند، هاي ها شو مدخلها؟ إم، هاي إم، المدخل الثاني كل هاي مش نط، كل هاي مع بعضها صار في كيس مع بعضه. طب وين كل هاي؟ هي فرع جيم، هاي قبل شوي رسمتها فرع جيم، امسكها وحطها على المدخل الثاني، على المدخل الثاني، على المدخل الثاني، تمام؟ على المدخل الثاني. طيب شو ضل عندي؟ اف تساوي ماليش فيها، بحطها بالاخر خلاص، بس خلص كل المسائل. هاي المخرج اف، اذا حط لي اياها بحطها بالاخر، ما حطهاش ما بحطها، تمام؟ تمام. طيب شو ضل عندي؟ ثم جد الناتج النهائي اذا كانت قيمه، تمام، ام تساوي، ام تساوي كذا، جي تساوي كذا، وار تساوي كذا، ودي تساوي كذا. طبعا جي مش راح نحتاجها احنا، خلاص هينا شلناها، لانه مش راح نحتاجها في المساله، ها شلناها. اذا كانت قيمه ام تساوي صفر، وار تساوي واحد، ودي تساوي صفر. طيب نبدا، بدي اعوضكم انا على الرسم، بدي اعوضها على الرسم، وانت تجرب لحالك تعوضها بالطريقه الثانيه. انا الان بحلها بالرسم، ام كم قيمتها؟ صفر، وار واحد، هي واحد على ار، ودي صفر، هي ابدا حل. طيب صفر واجهها بوابه اند، نط، هي صفر نط، عكسها صارت واحد. طيب الان اور، هي اور، هي رسمه اور، دخل عليها واحد وواحد، واحد وواحد، هي اور واحد وواحد،
واحد 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 زائد واحد صار على مخرجها واحد هون على مخرجها. طيب الآن وصلت للنط، هي تسلسلية ورا بعضها، نط اعكس واحد هيها اعكسها لأنه واجهت نط، اعكسها صارت صفر، صارت صفر. طيب الآن شو مداخلها؟ شوف كيف ماشي أنا خطوة خطوة. الآن المدخل الأول صفر والمدخل الثاني صفر. الآن تقوم عملية الضرب، صفر ضرب صفر، المخرج أو قيمة F كانت صفر. الآن أنت بتجرب على الطريقة الثانية تحل لوحدك، المفروض يطلع معك الطريقة الثانية اللي هي تعويض، عوض وحل على أولويات، عوض وحل على أولويات. المفروض يطلع معك في الجواب النهائي آخر شيء صفر، المفروض آخر شيء في الجواب النهائي يطلع معك صفر، المفروض آخر شيء بالجواب يطلع معك صفر. هيك يا شباب بنكون خلصنا حصة اليوم، إن شاء الله تكون واضحة. وإن شاء الله أموركم تضلها مرتبة، لأن أنت بتوقف الفيديو شوي تلخص هاي وترجع تكتبها على الدفتر وتدرس لوحدك على جنب، بتراجع شوي شوي وبتمسك المادة واستفسارات. إحنا جاهزين. آخر شيء بنصحكم شباب ضلكم ماسكين حالكم وترتبوا أموركم. الامتحانات زي ما شفنا زي ما حكى الوزير، الامتحانات راح تكون في موعدها، الامتحانات في موعدها والمادة راح تكون كاملة إن كان حاسوب أو غير حاسوب كاملة، فأنت ما ترتخي ولا إشي، ضلك ماشي على نفس الإشي. وإحنا إن شاء الله مش راح نقصر، أي استفسارات مش راح نقصر معكم. ظلوا إن شاء الله بخير ونشوف وجوهكم على خير وبالتوفيق، وإن شاء الله نحو القمة. والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.